يعني يا اسطى ما فهمتش برضو ايه اللي في وشك ده. مفيش حاجة يا حسين، رحت اغرق اللي اسمه سمسم ده زي ما غرق اخويا الصغير واخد حقه، راح مغفلني. غفلك؟ ده شملك. انا قعدت اقول لك السلاب ده بتاع شارع وبلاش تيجي معاه، وقعدت تقول لي اسجنه ينعاش اسجنه ينعاش، ادي وشك بوظ. في يا حسين انت تفضل تقطم فيا؟ بقى عنده الخبطتين ما لهمش لازمه، وانا وغلاوه امي ما هسيب حقي. هو غفلني المره دي، انا هوريك انا هعمل لك ايه فيه. ما بلاش يا ازو، انت وشك ما بقاش فيه حته سليمه. يوه انت هتفضل تتريق يا عم، انا هسيبك وامشي. ايه يا عم ده اللي انت عملته في وش الواد ده؟ ولا عشان قلت لك غلبان والواد مالوش في حاجه تعمل في وشه؟ ولا انت جاي تزغط لي وجاي عمال تقول لي كله تمول في ايه؟ ما تعدل نفسك على الصبح بدل ما الفتك انت كمان. انت بص وش الواد وتقول لي اعدل نفسك؟ بلاش ما يبوظ وشه، ده غيره شرب كوبايه ميه ويسوها ولا على حرام من دينك، كنت تدوس على وشه اكثر بنفسه كمان. ده اللي حصل فيه ده شويه حلويات يا حبيبي ما ضربتوش. هو انت شايف اللي انت عملته ده كده صح يعني؟ محمد روح اقعد في بيتكم، وانا رايح الشغل على الصبح، ما تفضلش تزرزرني بدل ما اجي معاك انت يا محمد. روح شوف بيتك. انا اروح اقعد في بيتنا، بس الواد ده ورا ناس كويسه ما تقدرش تنزل عليه. طب امشي شوف انت رايح فين. اطلع يا عم. ازو النبي هتعمل مشاكل تاني، كفايه اللي حصل لك. ايه اللي حصل لي يعني؟ ده كام خربوش ما لهمش لازمه. اوعى تشوف اخوك الكبير غلط يا. ولا عاش ولا كان اللي يشوف اخوك الكبير غلط، بس انا خايف عليه. ما تخافش على اخوك يا، اخوك سندال، بعدين انا غرقته زي ما غرقك. اما حاجه ابوك ما يعرفش حاجه، اوعى تجيب له سيره يا عز. لا يا اخويا كبير ما تقلقش، انا مش هجيب له سيره. جدع يا عزت، خد بعضك انت وروح على الدرس وخلي بالك من نفسك. حاضر يا عزت. عزت ابوك؟ لا ما تقلقش. بقول لك يا عزم، انت لازم تعرف ابوك على دار ما اخذ له عشان وشه متشفت يا ابني، وبعدين دايما قال غلط. محمد المشكله هتبقى عيب عشان ازو قال لي ما تقولش حاجه لابوك. يا ابني عيب يا اخو، ممكن يروح فيها بسببك. يروح فيها؟ لا لا، انا لازم اعرف ابوك. يا ابني احنا جايين ناكل عيش ولا تعمل مشاكل؟ عاجبك اللي حصل في وشك ده؟ يعني ايه يابا؟ عايز نسكت على حقي وحق اخويا؟ ده بدل ما تقول لي تعالى اجيب لكم حقكم. احنا هنا جايين ناكل عيش، مش جايين نضرب ولا نتضرب. ناكل عيش؟ شايف وشي عامل ازاي يابا وتقول لي ناكل عيش؟ احنا صعايده حقنا ما يباتش بره، وانا مش هنام الا لما اجيب حقي وحق اخويا. سلام يابا. مع الفل يا عم محمد.